اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من المدينه العتيقه، وبالضبط كنتواجدوا بالشارع التاريخي روامزين واللي سمعنا من احد المكانسه ابناء المدينه واللي طالع لهم الدم بسبب الوضعيه اللي وصل لها هذا الشارع هذا. كيقول لك انه يعني حتى من بعد التهيئه ديالو هاد الحديدات اللي كنشوفوا الان امامنا واللي ولات كتشكل خطر وخطر كبير على مستعملي هذا الشارع هذا، لا من الناشئه ولا من الناس الكبار. اللي كيقول لك الله يسر الا طاح شي واحد على هذه الحديده هذه راه ممكن الله يسر تشكل ليه وتسبب ليه خطر. وهذا الشيء اللي وقع يوم امس، احد الشباب ديز من هنايا واللي تلاقيناه انه ضرب في الصبع ديالو بسبب هذا الحديد هذا اللي كيشكل خطر عليهم. كذلك زيد انه كيقولوا انه ما بقاش الباركينغ وبسبب هذا ولا واحد الاختناق مروري واللي بسببه سدوا عدد ديال المحلات. غادي نبقاو مع واحد من ابناء المدينه ومن ساكنه المدينه العتيقه واللي صراحه يحز في النفس ما آلت اليه الاوضاع هنا بشارع روامزي. تفضل استاذي، شد ميكرو. السلام عليكم. نعم. لاباس المحصر رئيس جمعيه التجاره والمهنيه شارع روامزي. قرب شد ميكرو. باشير المحصر رئيس جمعية التجار ومهالي شارع حي روامزين، و كنشكيو على هذا الشارع هذا اللي وقعت فيه هذه الامور من اعز شوارع في المدينة العتيقة، والناس راه صوبوا الشارع وكفسوا على هذا الشارع هذا، هما جميع المحلات سدوا نظرا للباركينغ اللي الناس الزوار تيجيو حيت بغيت يتقداو راه تيجيو الباركينغ، حيت تيجيو الباركينغ ما تيلقاو شاي تيمشيو في حالتهم، حيت يوقف شي واحد هنا تيجيو البوليس الشرطات المحليه تيخبطوهم تيعطوهم دائره ما تعاودش يرجع لهذا الشارع هذا. هذا الشارع كان تيهز 80 90 طوموبيل. ممكن ناخذ الناس معنا في جوله نجمع في الشارع؟ تفضل معايا. بلاتي. نعم تفضل معايا، حنا كنتكلموا نيت في اطار هذا الحديث ونوحد الوضعيه باش يعرفوا علاش داول الشارع هنايا. نعم. هنا تيهز 90 طوموبيل 80 طوموبيل. نعم. كتدخل 30 وكتخرج 30، هاد التجار كيستافدوا من هاد الحوانت هادو، هاد السيارات. البراني هذا انت دابا كيضربوا هذا الشارع هذا ما عرفتوش، شو الحديد شو هذا الشارع كي داير انت خاوي. الحديد هذا امتى دار؟ هذا الحديد هذا دار واحد السنين ولا سبع سنين هذه باش داروه. شنو هذه الوضعيه اللي وصلنا دابا؟ شو كاع تسالوا؟ هما سدوا انت الغربيه ديال الحوان سدوا انت الشارع خاوي او في الشارع انت خاوي الشارع. ما تعاودش اعاده الهيكله ديالو ما تعاودش. خصهم يعاودوا يطلبوا من السلطات المحليه والمجلس البلدي الجديد يشوف النظر يجي يشوف وياخذ الاراء ديال هاد التجار هادي، ما راه حنا وقفنا لا اله الا الله. بالنسبه لكم انتم كتجمعيه ديال التجار، واش كان من بين الاسباب اللي خلات هاد الناس يغلقوا هو هاد الشيء اللي وقع؟ هاد الشيء اللي وقف، هاد الشيء الناس ما بقات تصور والو، حتى كل شيء ساد، كل شيء ساد، كل شيء واقف، الحي واقف، عينا ما نشكيو عينا ما نديرو ما درنا والو. كاين هنا رياضات كاين لا والو، ما كاين والو، ما تيلقاوش الناس فين يوقفوا. هاد الشارع هذا كيجي البراني كيستافدوا منه الحوانت، فين هو البرا فين غادي يوقف؟ الا وقف تيدير له دائره ما تعاودش يرجع لهنا كاع. فهمتيني؟ فين غادي يوقف هذا الابواب توجهتو؟ مشينا للسلطات، خدمتينا للمجلس، درنا الشكايات والو، ما وصلنا حتى لشي حاجه. تنجيبو دابا هذا المجلس هذا الجديد والسلطات المحليه الله يشوفوا في هذا الحي هذا ويشوفوا في هذا المواني الحوانت، ما راه الامور تعوصات هذه. نعم. تقريبا يعني هنايا هذا روامزين ما كاينش اللي كيجي هنا للناس وما غاديش روامزين ضروري. روامزين هو النب ديال المدينه العتيقه. كيربط ما بين الحمريه. دابا حنا نهار اللي حيدوا الباركينغ راه الناس وقفات، ها ما تسقسي الناس هما. ها ولد الحيه، واحد ولد الحيه. ها هو سخي ويقول لك. اه سخي يقول لك تعوصوا عوصوا. شنو تقدر تقول لنا على شارع روامزين؟ خويا شارع روامزين سونتر في مدينه مكناس، حدا القصر، حدا لابيسين، حدا ماكدونالد، حدا سونتر كبير، كلشي جا في الوسط، جا في الوسط. واش هاد الوضعيه اللي وصلنا الان؟ خويا مكناس خصو زياره ملكيه اول حاجه، ثاني حاجه مكناس ولات ضعيفه بزاف من ناحيه الخدمه، من ناحيه البطاله، من ناحيه ولا تيجيبوا عوازه تيلوحوهم في مدينه مكناس. مكناس ما بقاش كما هي، تنقولوا حنا اللي تنقولوا مدينه عريقه، مدينه اسماعيليه، النادي المكناسي طيحوا الهوات، ما بقى عندنا فريق، ما بقى عندنا حتى شي حاجه في البلاد.
والله يسهل عليك حبيبي وشكرا لك. من رسالتكم توصل هذه من واحد من ابناء المدينه الغيورين ليلى يلا. عجينا نكملوا معك سي سيد رئيس الجمعيه باش نزيدوا كنا شي وحدين هنا. نعم حنا غادي نوريو غير نوريو غير بحال دابا مثلا شو هذيك هذيك دابا خطر دابا دابا الناس قلت لي انه شي واحد ضرب البارح. الناس ماشي يوميا كيتضربوا الناس هنا رغم تواجد ديال الرجال الامن اللي حاضرين ها هما كاينين ولكن صح اسمح لينا يعني ما خاصك تنقص باش تطلع. نعم. هذا الشارع هذا الشومة كاع الشومة قلت له هذا الشارع هذا. دابا هذه اللي طاح عليها شوية. مشى فيها مشى راه تيقي الناس يطيحوا تيقدر الناس يطيحوا عليهم. قرب الميكرو شوية عندك. الناس يقدروا يطيحوا عليهم شحال من واحد تقاص شحال من واحد تهرس شحال من واحد. والشارع تيكون عامر هنا في العشية ما تيبقاوش الناس من يدوزوا يطيحوا على الحديد. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعي قناة هذه هي الوضعيه ديال هذا الشارع هذا يعني من بعد يعني هذا المده تقريبا ديال هذا الشيء الله يركب شحال دابا 7 سنين ولا هكا 7 سنين تم اعاده الهيكله. الهيكله ومازال عوصوها كاع وما تجزر خاوينا حتى شو ما حالك تبارك الله قلت لهم شي خاوي. نعم هما فين غايخفوا لنا فين غادي يجيو ياكلوا فين. تجي برا ما تلقى فينا بلاصه هذا الشيء هذا هذا الشيء الحوايج هما مازال عندهم كل اخويا كل ماشي مشكل ولا باش ماشي مشكل راك عارف ولا ماشي مشكل كتقول بينا راه تجار منين غادي بلاصه ولاد كيجيب لنا المراني يشري عندك فين غادي يوقف بنادم فين غادي يوقف فين معوصه الدنيا الشارع راه تعوص صروه كاع واش هذا الشارع عندك خاصكم اليوم المسؤولين باش تلقاو حل تطلبوا من السلطات المحليه يشوفوا النظر هاد الحوانت هاد يشوفوا من حالهم راه الناس سدات الناس غات تضربات عليهم الضرائب الخدامه ما بقاو يصوروا والو ما بقاو يصوروا لنا حتى شوفوا السلطات المحليه يشوفوا من جهه هاد الناس هادو وهاد المجلس الجديد نشوفوا هاد السيد رئيس المجلس الجديد هاد السباح الجاوي راه ولد هاد الحي هذا ولد هاد الحي راه ولد جامع الزيتون جامع الزيتون هي روامزي تطلبوا منه يجي يشوف هاد الحاله ديال هاد التجار هادو. السلام عليكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا الان وكما سمعنا انه الان يعني هنا بشارع روامزين اللي كما شفنا يعني الوضعيه اللي كتعيشها هاد الشارع هذا واللي سمعناه على لسان رئيس جمعيه التجار واللي قال لك انه بسبب هاد يعني انه ما بقاش عندنا هنا باركينج الشارع ولا صغير رغم المجهودات اللي كتقوم بها رجال الامن الوطني بانهم يعني يسهلوا الماموريه ديال حركه السير والجولان بهذا الشارع هذا ولكن كتبقى يعني يعني كيبقى مشكل كبير كيقول لك بالنسبه للتجار اللي الان يعني عدد من الزبائن هربوا لهم ما بقاوش كيجيو عندهم بحكم انهم ما كيلقاش فين يوقف السياره ديالو ما كيلقاش فين غادي يعني يلقى يعني مجال ومرافق فين انه يتقضى الغرض ديالو. دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنتواجدوا معكم بشارع روامزي التاريخي واللي الان كنشوفوا كاين يعني بنايات اللي عاودت جدات راسها وكاين بنايات اللي مازال يعني باقى يعني في نفس الحقبه اللي كانت فيها بنفس يعني تاريخيه باقى يعني معرضه للاهمال والتهميش. كنتمناو انه الرساله ديال هاد الناس هذا انها توصل للجهات المسؤوله وتلقى التجاوب فعلي ونشوفوا ان شاء الله هاد الشارع شارع روامزي اللي هو كيتعتبر يعني العصب الرئيسي هنا بالعاصمه الاسماعيليه واللي كيربط ما بين حمريه وما بين الهديم والمدينه القديمه وكذلك ضروري تمر من هاد الشارع الى باقي باقي احياء المدينه لا الجديده ولا العتيقة ولا كذلك حمرية وما جاورها. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من العاصمة الإسماعيلية مكناس وبالضبط من شارع روامزيل التاريخي أقول لكم إلى اللقاء.